البشرة كثيرة وخصوصا في فصل الصيف، حتى نتعرف على مشاكل البشرة وحلولها. كل التفاصيل اللي تخص البشرة تابع حلقتنا لهذا اليوم. ويا عالم التجميل والجمال كله تلقونه ببرنامج نفاني، بس اليوم الحلقة راح نحكي عن الليزر وأخصائيته وشو نقدر نستفاد من عنده. تابع الحلقة. يا مساء العافية عليكم وعلى كل متابعين قناة زاكروز الفضائية. يجد اللقاءنا وياكم بحلقة جديدة من برنامجكم وبرنامج كل بنوتة عراقية وعربية، برنامج نفاني. بالبداية خلوني أمسي على زميلتي استبرق. يا مساء الخير حبيبتي مساني، ورحنا مساء العافية عليك يا استبرق. شنو هاللون الجميل؟ طبعا أنا اليوم يا استبرق اليوم كل مشاهدين جوزي. اليوم أنا مقرر ألبس جوزي، انصدمت من جيت لقيت استبرق لابسه جوزي. حبيت اليوم أنتي ألبس جوزي ونفس الوقت خليت الميك اب مع شوية على بيجيات. زين تلاحظين يا استبرق انه البيجيات او البنيات بكل درجاتها نلجأ لها اكثر شيء فصل الشتاء. اكيد بس اغلب البنوتات حاليا دا اشوفهم دا يلجؤون للون البني. هو اكثر شيء طبعا يكون مميز لون البيجيات او على جوزيات، اول شيء يعني تنسيقه كامل اي لون مثلا تقدرين تضيفين وياه او اي شيء تراهمين وياه ملابس، فيكون حال الاسود يكون الجو كمان ملابس. خصوصا انت كل لون احالي كامل يعطيك قوام مرشوق اكثر وبنفس الوقت تحسيه مريح للعين. صحيح. انا اليوم تعادت عن اللون الجوزي. اليوم كلش حبيت الالوان. اخر لحظه قررت البس المكسي اللي هو بين الزيتون والالوان. تلاحظين سماره القميص شلون متدخل بين الوردي والاصفر والنيلي، تحسين الالوان عبر كلها الألوان. صح كلها واحد قريب عن اللون. صحيح. مطل القميص كلش حلو. بنلاحظ بالاونه الاخيره انه الميكس صار بين الالوان، خصوصا القمصان الصيفيه اللي هي تداخل الالوان بشكل غريب، يعني مستحيل انه انت تنسقين لونين بهاي الطريقه تلقيها بقميص واحد. فعلا طريقه كلش متناغمه وحلوه. حس يعني حتى قصدي انت الشال بيجي يعني مرهمه لون ويا لون، صاير على بالك هو مدخل ميكسات بين الالوان. بالضبط هي تنسيقه كامله، احنا نقدر ننسقها نسويها للمتلقي كانه هي طقم كامل. زي يوم تلاحظين اثنين الميك اب مالتنا يكون سمبل وخفيف وجرت رموش وحمراء. هو انه فصل الصيف احنا نلاحظ انه احنا نعتني ببشرتنا اكثر ما احنا نخلي ميك اب. فعلا لان البشره تحسيها ترد تتنفس بسبب درجات الحراره العاليه خصوصا بالعراق العظيم. صح. خاصة حتى بشرتنا لما تتعب لازمهم اكو اشياء لها مثل واقع الشمس وهيك اشياء حتى نقدر نحمي بشرتنا من اشعة الشمس والاشياء. تمام. زين تبرق شنو تعتمدين انت واقع الشمس بالاساس قبل اي ميك اب؟ اسمه؟ لا انت اكثر شيء تعتمدين قبل كل ميك اب؟ طبعا اكيد واقع الشمس بعدين اكو اخلي يعني مرطب ضروري. تمام. بس مو هالقد ويا البرايمر يعني لا يعني اذا اكثر شيء نعتمد على واقع الشمس. صح. طيب طبعا كل احنا نقدر نجدد واقع الشمس؟ كل 8 ساعات وكل منتج وله وقته تقدرين تجددي، يعني مو كلهم نفس الوقت لا، يعني كل منتج بوقت لازم انت تجددين، يعني 24 ساعة اكو 8 ساعات وحسب بشرتك نفس الوقت. حلو. طيب احنا اكيد لازم نعتني ببشرتنا، كل هاي التفاصيل راح نكملها وياكم لكن من بعد الفاصل. ورجعنا لكم اكيد من بعد الفاصل ومكملين باقي مواضيعنا الشيقه لهذا اليوم. بالبدايه استبرق حكينا شويه عن واقع الشمس. تلاحظين انه مشاكل البشره اكثرها واغلب البنوتات يعانون من مشاكل البشره في فصل الصيف. اكيد. يمكن القليل منهم يعتمدون واقع الشمس او يستخدمون بطريقه صحيحه. صح. اللي هي تسبب لنا اغلب المشاكل. صح. مرات اذا نستخدمه بطريقه خطا اكيد راح يسبب لنا كلفه تصبغات، خاصة المسامات راح تفتح أكثر. صحيح. لأن احنا مثل ما نعرف الحرارة. نعم. هي تفتح المسام. زين. أو يمكن إشاء. طريقة الاستخدام الخاطئة اللي أغلب بنوتاتنا دا يشوفونها حاليا إنه لازم يتجدد واقع الشمس ماكسيموم بعد 3 ساعات، يعني صح. أقصى حد توقيت 3 ساعات لازم تجدديه، فأنت من تخلين واقع الشمس الصبح وأنت مثلا طالعة النهار كله لا تقولي انه انا طالعه وحاطه واقع شمس. صح. مرات مثلا سماره مثلا اكو به موظفات او شيء مكياجات ما يقدرون يخلون واقع شمس الميك اب اكو يعني. يصير شلون البخاخ السبراي هم واقع شمس كلش حلو. حتى على الميك اب عادي هم نفس الوقت تحمين المكياج وتحمين بشرتك من الشمس. نفس الوقت يتثبت كلش حلو.
اي انا مرات مثلا من استخدمها حتى تحسين وجهك شويه يرتعش، تحسين اكو بروده بالوجه، ونفس الوقت هم نعتمد على ايدنا او حتى على الرقبه مو بس الوجه. هو المشكله انه هم دا يعتمدوا مثلا فقط على الوجه، بس احنا اذا نلاحظ اغلبنا مثلا اللي خطوط خصوصا البنوتات اللي يلبسون مثلا نص سرداني يعني يلاحظون انه بشرتهم صارت عندها مكس بين لونين، لان هم ما يخلون واقي الشمس على المنطقه اللي معرضه للشمس، بس على البشره يعني على الوجه، بس حتى على الرقبه حتى على الاذن. اذا هي اي منطقه معرضه للشمس او معرضه للحراره احنا لازم نستخدم لها واقي الشمس. اكيد صح. حتى امهاتنا واحنا كربات بيوت لازم بالبيت من نستخدم الطباخ او الحراره نتعرض الحراره لازم نستخدم واقي الشمس، لان هو واقي الشمس مو بس معناها اشعه الشمس، لا يعني ما هو معناها اي حراره، اي حراره احنا معرضين لها لازم نحمي نفسنا ونحمي بشرتنا من الحراره. أكيد. ونفس الوقت يعني هم مو بس من أشعة الشمس، هو يحمي البشرة يعني شوية يوخر لك التصبغات، إذا مرة تتعودين عليه تقوم بشرتك تلقون حتى تتعودين عليه تلقون أكو بنات ما يقدرون يطلعون منها لسنا إذا ما يخلون واقع الشمس. صح. زين بعيدا عن واقع الشمس يا استبرق، لاحظ انه مشاكل البشره كلش هوايه. أكيد. ومشاكل التعرق اكيد بالاضافه لها كلها نتعرض لها وين؟ فصل الصيف. فعلا. فاخصائي الجلديه احنا ليش لازم نروح اخصائي جلديه؟ ودائما انا انصح بنوتاتنا ان يزورون عفوا الدكاتره الاخصائيه الجلديه، لانه هم اللي يحددون مشكله بشرتنا قبل ما نعالجها. يعني هسه مثلا انا طلعت لي حبايه، انا راح اروح للصيدليه ترى طلعت لي حبايه انا اريد، او انت سويها بالبيت، او انا اطلع عيوني وخلطه معالجه الكلف معالجه ما اعرف شنو، هاي التفاصيل محتمال انه هي تزيد لنا المشاكل اللي احنا عندنا، او مثلا عالجت لنا الحبايه بس سوت عندنا اثر الحبايه. صحيح. فاحنا لازم ما نعتمد على اجتهادنا الشخصي ونروح ناخذ مثلا صديقتي هسه مثلا استبرق تقول لي انا اخذت هذا المنتج وبشرتي صارت كلش حلوه عليه، انا ما اجي اعتمد على انه بشرت استبرق تشبه بشرتي فانا استخدمه. فاكيد كل بشره تختلف عن الثانيه ومشاكلها هوايه وحلولها بعد اكثر. صح. فيا استبرق انت من الناس اللي يطبقون هاي النتيجه مثلا تسالين صديقتك او احد انه شنو مستخدم الوجه شو تستخدم؟ لا اكيد طبعا ما اكوش، بس انا اقول لك شنو مثلا استخدم اشياء احسها تناسب بشرتي، اذا مثلا بشرتي دهنيه هم يعتمد على لون البشره، لان مرات اكو كريمات تفتح البشره. صحيح. واكو كريمات مثلا لا انه عادي تعالج بس، فاكيد لازم احنا نعرف المنتج اللي نختاره صحيح. أكيد. طبعا. فيعني انا اذا على الحبوب فهي لا يعني ما ابد ما يعني اخلي لها اي علاج من كيفي او شيء، لازم بس كمسام او شيء لا اخذ المنتج اللي يناسب بشرتي بس اللي انت متعوده عليه. اي طيب يا استبرق مشاكل التعرق كلش هواي، واللي الاغلب البنوتات واغلب اللي دا يتابعونا يمكن ما يعرفون انه بوتوكس يستخدم للتعرق. البوتوكس هسه حاليا انت شنو اللي تعرفين عليه يا استبرق؟ كمعلومات عامه يعني هواي، هو طبعا بيه هواي فوائد، انه يشد الحاجب. صحيح. نفس الوقت هو علاج الشقيقه. زين. وهم مال تعرق. زين. وبعد شنو؟ تسامح الثوية. عافية. يعني هو يبي تفاصيل بس يعني هو شوية يكون حذر، واحد يحذر من عنده الا يا استبرق انا اليوم ليش اختارت هذا الموضوع بالذات؟ لانه اغلب البنوتات يعتبرون انه البوتوكس هو تجميلي فقط. صح. البوتوكس احنا نعتبره تجميلي وايضا علاجي. فصل الصيف نستخدمه اكثر شيء للتعرق، طبعا يحل لنا ازمة كلش هواية للسيدات وايضا للرجال. ننتقل الى انه هو استخدم بهوايه حالات وعالج لنا هوايه تفاصيل، انه هو الشقيقه اللي يمكن مشكله الازل اللي ما نقدر نعالجها، البوتوكس خفف لنا من اعراضها بطريقه نقدر نقول 50% وعلى الاستمراريه اكيد تقل، بالاضافه الى هو تجميلي وعلاجي نقدر نستخدمه للابتسامه الثويه وكثير من التفاصيل، بالاضافه الى هو تجميلي اكيد لازم هو يرفع لنا الحاجب ويشد لنا الوجه وينطينا تقليل بنسبه نقدر نقول 50 الى 90% للتداعي. فانت من الناس اللي يحبون يسوون بوتوكس او لا؟ انا مش بس ما التعرق بس يعني جميل او شيء لا، يعني احب اسوي بس يعني شويه. سبق انت متعصبين هواي؟ لا ما عصب. اوكي. عندي بس يعني خفيف. يعني انا من الناس اللي كلش احب البوتوكس لانه يرفع يعني تحبينه كحاجب يفتح العين. اي وبنفس الوقت كلش عاجبني يعني اسوي. ان شاء الله في اليوم نسوي فقره عليه. زين شنو رايك انا وياك نروح نشوف فقرتنا لليوم، واكيد ضيفنا المميز دكتور حيدر سمير اخصائي جلديه، وراجعين وياكم. احنا
احنا اليوم اكيد بعياده الدكتور حيدر سمير اخصائي جلديه راح نستغلها ابشع استغلال، واكيد مشاهدينا راح يستفادوا ويانا في حلقتنا هذا اليوم بسبب المعلومات القيمه اللي راح اقدمها لكم. رجعنا لكم اكيد من بعد الفاصل، وصلنا لمحور حلقتنا الاول لهذا اليوم الا وهو خلينا نتعرف عليه. اكيد بعد بنتعرف على دكتور الجلديه واخصائي دكتور حيدر سمير. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا وسهلا بك، مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين. دكتور بالبدايه عرفنا بنفسك. انا دكتور حيدر سمير اخصائي جلديه وتجميل الجلد والليزر. اهلا وسهلا. اهلا بك دكتور. مثل ما تعرف انه اغلب مشاكل البشره وخصوصا في فصل الصيف نعاني من عندها، نتطرق لها بالبداية اللي هو البوتوكس. البوتوكس دخل عندنا بكثير من مجالاتنا، علاجي أكثر مما هو تجميلي. نعم. ويمكن أغلب البنوتات هسه وحتى الرجال يجهلون هذا الموضوع أن البوتوكس كعلاجي أكثر من تجميلي. خلينا نتعرف وياك شوية على البوتوكس. البوتوكس هو بوتشيلينيوم توكسين، هو سم بكتيريا معينة كلوستريديا بوتشيلينيوم. نعم. ويمكن هذا سم كلمة سم بكتيريا العالم هواي يخافون منها، بس هو هذا الموضوع معالج علميا وبحيث انه يكون بالسيف سايد، يعني انه انت اليوم ممكن انه نشوف به فوائد اكثر مما نشوف به مضار في حال كان أكيد. الاستخدام صحيح تحت اشراف طبيب طبعا. نعم. فالبوتوكس بالبدايه انه هو ما اكتشفوه اليوم، انت اليوم المفروض اكو امور تجميليه واكو نعم. امور علاجيه. الامور التجميليه هي امور رغبه شخص، اوكي؟ الامور العلاجيه لا، هذه مرات في بعض الاحيان طبعا هذا الحكي مو بس على قسم الجلديه، لا هو يفيدنا بهواي فروع من الطب. فاليوم استخداماته ممكن بجماعه الجراحه البوليه، الاسنان، البوتوكس الجلديه طبعا. نعم ليش؟ نعم. يعني اكو بعض الامراض اللي تخص الجلديه يحتاجها الطبيب. أكيد. اكو تخص جماعه البوليه اللي عندهم مشاكل بالبلادر وهاي الامور. فانت اليوم كل فرع من فروع الطب ممكن تلقين البوتوكس بفوائد بمكانات معينه. اكيد. فهذا طبعا لازم انه استشاره الطبيب وهذا الشيء هو راح. طيب نلاحظ الان الاخيره دخل البوتوكس علاجي لمرض الشقيقه. نعم. شنو اكثر حاله نقدر نستخدم لها البوتوكس لعلاج الشقيقه، او اكو حالات ما نقدر او نستثنيها من البوتوكس؟ شوفي مبدئيا هو البوتوكس خلينا نقول انا باختصاصك كطبيب جلديه. نعم. يفيدني بهواي امور، تمام؟ من ضمنها مثل ما تفضلتي موضوع الميجرين، موضوع نعم. الشقيقه، هذا FDA approved. اليوم الميجرين هو اختصاص مو اختصاص طبيب الجلديه، هو اختصاص أكيد. طبيب الاعصاب نيورو ميديسن، تمام؟ نعم. هنا وحده من الجايد لاينز، وحده من الفوائد للبوتوكس انه اكو قسم من المرضى اللي هم ممكن يستخدمون علاجات يوصلون مرحله انه النوبه دا تجيهم متكرره. صح. ممكن مرتين زيادة. او ثلاثه بالاسبوع حتى مو بالشهر، وتكون بدرجه كلش قويه ودا تاثر على حياته بشكل عام. اكيد. هنا وحده من الانديكيشنز مالته انه هو اللي ممكن انه نسوي له بوتوكس للشقيقه مالته. نعم. الفكره انه انت اليوم هو ما راح يعالج بشكل كامل. أكيد. هو راح يقلل ممكن من حده النوبه، ويقلل لنا من عدد النوبات اللي هي ممكن انه مثلا كذا نوبه بالشهر راح تقل بنسبه كلش عاليه. نعم. فهو للامانه اجراء سيف كلش امن. احنا نقدر نعتبره انه هو انقاذ بعض الحالات. الامانه انقاذ، يعني كلش كلش مهم فيه. انا اعرف انه اشخاص استخدموا البوتوكس اللي هو علاج الشقيقه انقاذ يعني بشكل مو طبيعي مقارنه بالعلاجات اللي ياخذوها، يمكن مده الاستجابه اسرع. هو راح يمشي كم شهر، انت اليوم البوتوكس ممكن يوصلنا من 3 إلى 6 شهور. نعم. واكو قسم ممكن يطول اكثر. اكثر صحيح. هنا انت من تنطين راحه للمريض اكثر. اكيد. راح تخففين عليه الالم والشده مالته. نعم. بس بهذا بحد ذاته هذا كلش كافي. طيب هسه ننتقل للبوتوكس باستخدامه العلاجي الاخر اللي هو الابتسامه اللثويه. نعم. دخل عندنا كثير البوتوكس بعلاج الابتسامه اللثويه. صح؟ يعني باي هذا الموضوع حال مثل ما ذكرت انه هذا اليوم انت الطب هو عباره عن اختصاصات. أكيد. تفرعات كل شوي. وحده من الانديكيشنز مالت اليوم سمايل اللي هي للامانه هي تكون تخص طبيب الاسنان وطبيب جراحه الوجه والفكين بصوره. نعم. ادق. اوكي. طبعا هنا انت اليوم اكو فرط بالحركه بعضلات الفم. أكيد. فهنا البوتوكس ممكن بجرعات بسيطه تشكه او تشكتين راح يكون المريض اكثر مرتاح، ابتسامته تكون احلى. نعم. وهو يعني نفسيا يكون مرتاح اكثر. صحيح. نقدر نقول انه هو ينطينا ثقه اكثر. بالضبط. طبعا 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 اليوم انت الابتسامه هي يعني مفتاح. اكيد طبعا للوجه بشكل عام، فانت. نعم. اليوم الابتسامه هي يعني اساس. تمام.
تمام زين ننتقل هسه لبوتوكس التعرق. نعم بوتوكس التعرق احنا انا ليش اذكر دائما البوتوكس؟ البوتوكس خاصه الصيف انا اعتبره انقاذ لاكثر من حاله. مضبوط. فالبوتوكس التعرق اللي اغلب الشباب والبنات يعانون من عند من التعرق المفرط نقدر نقول. مضبوط. فاكو حالات ما نقدر نستخدم لها بوتوكس التعرق؟ شوفي مبدئيا خلينا نقول انه هو شنو التعرق، هو هذا شيء طبيعي. أكيد. عمليه فسيولوجيه نورمال، هذا الشيء لازم. أكيد. نعم. ليش؟ يعني اكو ويست برودكت، اكو كيمياه، اكو املاح لازم تنفرز من الجسم. نعم. فهو تعرق وحده من الفوائد مالته هذه. يبقى انت اليوم هل اكو تعرق مفرط اكثر من اللازم؟ نعم. او لا، هذا الشيء لازم يحدد ولازم. ليش؟ لان انت اليوم مرات اكو امور جينيتيك، اكو امور طبيعيه، اكو اليوم ممكن الى امراض هوايه ده تمطينا هذا هاي المشكله. فانت اليوم من عندك مشكله، اني علاج الكفر او علاج المضاعفات مالته هو مو الحل الاساسي. أكيد. الحل انه انا لازم اشوف شنو السبب، ليش هو ده يصير عنده فرط تعرق. فانت حالي. ممكن هنا تشيكين مشاكل الغدد الدرقيه، داء السكري، وكثير من الامراض ممكن تسبب لنا فرط تعرق. اكيد. لازم اول شيء نتاكد العامل المسبب ونعالجه. نعم. وثانيا كاجراء سريع، البوتوكس هو واحد من احلى الحلول اللي ممكن نسويها لفرط التعرق، سواء صيف او شتاء، سواء رجال او نساء. يبقى النقطه وين؟ النقطه انا اليوم من اجي اسوي بوتوكس، هوايه من الناس يخافون، انا ما اريد اسوي بوتوكس تعرق لان هذا خاف بالمستقبل يسبب تراكمات. نعم. للاملاح وللويست برودكتس بالجسم وهذه الامور. هاي المعلومه جدا مهمه وشائعه وخاطئه بنفس الوقت. ليش؟ لان احنا اليوم منطقه الاندر ارم او منطقه الابط هي تحتوي على 2% فقط من الابوكراين جلاندز اللي هي الغدد العرقيه. نعم. فهذه ال 2% ما راح تسبب خلل فسيولوجية الجسم بشكل. أكيد. عام. فخلي يطمنون انه هذه المعلومة خاطئة، ماكو اي مشاكل لا اني ولا مستقبلية بموضوع بوتوكس فرط التعرق. ولهذا السبب دكتور اني دائما انصح مشاهدينا انه يلجؤون لاخصائي او دكتور اخصائي جلدية حتى يسبب يعني انه ينطيهم الحل الامثل لكل حالة. وانا بالضبط يعني انا قلت لك اليوم كل مشكلة لها سبب. أكيد. فانا اذا بس اعالج المشكلة بدون السبب راح يبقى بنفس الدوامة طول العمر. اكيد. مجرد ممكن اكو سبب بسيط تعالجي راح تنتهي المشكلة بصورة نهائية. طيب ننتقل للي هم اكثر شيء يعرفوا انه هو بوتوكس التجاعيد. اوكي، هذه الامور التجميلية. التجميلية طبعا. بوتوكس اللي هو نستخدمه بالتجميلي اللي هو يقلل التجاعيد، رفعات العين، اكو حالات مثلا يطول عندهم البوتوكس 3 اشهر، اكو حالات يطول عندهم سنه. انا من الحالات اللي استخدمت البوتوكس يمكن لانه اول مره استخدمه وبعمر صغير طول عندي سنه. نجي ننتقل لحاله ثانيه مثلا اعرفها اني استخدمت البوتوكس ما طول عندها 3 اشهر. فاحنا نريد نعرف مشاهدينا انه كل شخص اكيد عمر يحدد والحاله اللي هو عنده تحدد هذا الوقت. مضبوط. وقت استمرار البوتوكس او الفتره الزمنيه اللي يبقى عندنا البوتوكس. اوكي، مبدئيا خلينا نركز على المواضيع بارت بارت. نعم. الجزء الاول اللي هو يخص انه بوتوكس التجاعيد. نعم. بصراحه اكو يعني شيء مهم انه احنا اليوم البوتوكس هو علاج للتجاعيد الحركيه فقط. ليش؟ لان اليوم احنا نمتلك مشاكل اثنين، لا يعني تجاعيد حركيه، تجاعيد استاتيك ثابته. الثابته هذه البوتوكس هنا ما راح يكون مفيد. ما نندق بيها نعرف على صحة. لا هو انت ما راح يفيد اذا تفتهميني. ممكن انه البوتوكس نضيف عليه اجراء ثاني حتى نحسن من النتيجه. بس هو بوتوكس علاج للتجاعيد الحركيه. نعم. هذه النقطه الاولى. بالنسبه للنقطه الثانيه موضوع الديوريشن، موضوع انه هذا البوتوكس ايش قد يطول. هنا اكو عندنا مجموعه عوامل تاثر على هذا الموضوع. اولها البيرسونال فاريشن، انه انت اليوم واحد عن واحد الاستجابه مختلفه. أكيد. وما معلومه السبب، تعتمد على طبيعه الجسم وطبيعه الشخص. أكيد. نفسه. هاي واحد. اثنين، نوعيه البوتوكس المستخدم، الكميه او الدوز او الجرعه اللي محقونه. نعم. تهمتيني؟ هل الحقن بصوره صحيحه او لا؟ هذه العوامل، طبيعه اللايف، خلينا نقول اللايف ستايل مال الشخص. أكيد. نفسه، يعني البودي بيلدر، المصل فوليوم، انه حجم العضله عنده، هاي كلها عوامل تاثر. فانا دائما نقول انه احنا الرينج من 3 إلى 6 شهور، maybe less maybe more، ممكن يكون اقل أكيد ممكن يكون أقل. اكثر، هذا يعتمد. طيب دكتور، تطرقت انه اكو انواع للبوتوكس. نعم. شنو الفرق بين البوتوكس الغازي والبوتوكس السائل؟ هذا التكوين مالته بس. نعم. تفهميني طريقه الصناعه مالته تختلف. هنا اكو باودر، هنا اكو غازي. الباودر بي فد شيء اسمه بروتين، كومبلكس بروتين، هذا هو اللي يكون لنا الباودر. تمام. الاختلاف هو
ممكن يكون بالنسبة للمراجعين أن قوة الشد تكون مختلفة، صح. المدة تكون مختلفة، نعم. بالباودر تكون أقوى، أقوى أي. بالغاز صح. يكون أقل، نعم. فهي هذا الاختلاف خلينا نقوله بصورة سطحية حتى من ندوخ الناس. بس كعلاج إنه هو بنفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس الموضوع، بس اختلاف التكوين. شلون عندنا مثلا بالأدوية عندنا حبوب وكبسول، صحيح. اختلاف بالتصنيع تمام، بس النتيجة واحدة. بالضبط. طيب دكتور، أنا حستغل وجودك ويانا أكيد دلعي. وننتقل شوية للليزر. أوكي. مثل ما نعرف إنه هسه إحنا حاليا أي مركز تجميل إحنا نروح نزوره لازم أكو أخصائي جلدية بأي مجال ندخل له يحدد المشكلة مالتنا، يلا نختار جهاز الليزر. فنبديها بجهاز الليزر لإزالة الشعر. دخل عندنا أكيد الليزر بعدة مجالات، إزالة شعر، إزالة تاتو، بالإضافة إلى يمكن عندنا إزالة آثار حب الشباب وهاي التفاصيل. نعم. فريد نعرف من عندك بالبداية دكتور شنو الأجهزة اللي حاليا مكتسحة الساحة، وكل جهاز شنو استخدامات؟ شوفي مبدئيا الليزر بالعراق ممكن حديثا انه نعم. هو نعرف وخلينا نقول توفر بهواي مكانات، قلنا ما نقدر نستغنى عنه دكتور. بس هو 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 اللي يعني الليزر اخترع بسنة 1960، نعم. الموضوع صار له اكثر من 64 سنة. حلو. اوكي بالعالم. هاي المعلومة انا ما اعرفها صح بالعالم. بس انه حديثا بالفترة الأخيرة صارت له هواي استخدامات ودخل بقوة بالعراق. تمام. أكيد. مبدئياً الليزر هو Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation، هذا هي كلمة اختصار للجملة اللي قلتها، هي كلمة الليزر. تمام. الفكرة انه الليزر هو عبارة عن ضوء، موجات اطوال. اوكي هنا اليوم طول موجي معين استخداماته بصراحة كلش هواية وكلش واسعة، ومو بس بالجلدية، يدخل بكل فروع الطب. هو جزء منها، جزء منها بالجلدية والتجميل، جزء نعم. منها. باي فكرة الليزر هو يستهدف داخل الجسم، يستهدف صبغة معينة. نعم. أوكي كل نوع ليزر، ليش أكو نوع لإزالة الشعر ونوع خلينا نقول للجلد ونوع تصبغات هذا نعم. كل واحد دي يستهدف صبغة معينة. أوكي هدف تارجت كروموفور، تارجت معين داخل أكيد. الجسم يستهدفه، بحيث هو الفكرة إنه أنت اليوم إذا تسلطين على الجلد إذا تسلطين ضوء أوكي طاقات وأطوال موجية راح يوصل الى هدف معين، يتحول الى طاقه حراريه كلش عاليه راح تسبب لك او تسوي لك النتيجه اللي تريديها. نعم. فلذلك اليوم تلقين اكو اجهزه خاصه للتصبغات الجلديه، اجهزه خاصه لمشاكل الاوعيه الدمويه والوحمات، اكو اجهزه خاصه بالتاتو، اجهزه خاصه بليزر ازاله الشعر، اجهزه خاصه بهواي جوانب. هاي داحكي بالجلديه. نعم. وبغير جوانب هم يمكن كثيرة. حتى مرض البهاق هسه لاحظ انه بدات تتعالج عن طريق الليزر. يعني هذا الشيء هو طبعا FDA ابروفد انه الاكزايمر ليزر، هذه الامور البوفا ذني، هاي الشغلات اللي هي لها علاقه خلينا نقول يسموها الفوتوثيرابي او العلاج الضوئي. نعم. بالامراض المناعيه ومنها البهاق هو واحد من الاساسيات بشغلنا. نعم. طيب دكتور هسه نقدر نقول انه اجهزه الليزر بالبدايه مثلا اجهزه ازاله الشعر. نعم. ازاله الشعر دخل عندنا باكثر من جهاز. نعم. شلون نقدر نحدد كل شخص يقدر يستخدم اي جهاز واي طول موجي؟ اكيد هاي بعد المعاينه. اكيد انت اليوم باعي للاسف اكو ظواهر سلبيه واكو ظواهر ايجابيه. أكيد. الظواهر السلبيه هي المفروض نعرف انه احنا وين رايحين، شلون بدنا نشتغل. نعم. واكو اشراف طبي او لا. اكيد مو الفكره اليوم انه هذا الجهاز موجود بهذا المكان معناها راح يشتغل بصوره أو صحيحه. اختي سوت هذا الجهاز انا لازم استفاد من عنده. ليش؟ لان اثنين تنطيهم نفس الجهاز، واحد يطلع لك نتيجه والثاني يطلع أكيد. نتيجه ثانيه طبعا. واحد يسوي لك مشكله والثاني ما يسوي مشكله. نعم. ثانيه. فمبدئيا هي الاجهزه اللي خلينا نقول اللي دارجه او اللي موجوده تعتمد على نظامين ليزر بالنسبه لازاله الشعر. نعم. اللي هو الالكسندرايت والياك والاندياك ليزر، هذين النوعين كل واحد يفيدنا بازاله الشعر. يبقى تحديد نوع الليزر يعتمد على شغلتين اساسيه اللي هي السكين تايب والهير تايب، يعني نوع الشعرة ونوع الجلد. الجلد ليش؟ لأن احنا بالجلد نتقسم، السكين تايب يتقسم إلى 6 درجات. نعم. احنا كعراقيين عادة نتراوح بين الدرجة الثالثة والرابعة، فهنا لازم انه الشخص يجيني أبيض، يجيني أسمر، يجيني لونه غامق، لونه فاتح أكثر، هنا السكين تايب راح يحدد لنا احنا وين. نعم. ليش؟ للبشرة خلينا نقول الداكنة والناس اللي هم يحبون يسوون تان بكثره. اكيد. خاصه احنا بدرجات الحراره العاليه كلنا تان ربان طبيعي. فهذا هنا انه احنا اليوم لازم نكون حذرين باستخدام الليزر. أكيد. ليش؟
اليوم دائما كل شيء بالدنيا اكو له ايجابيات وله سلبيات، فانت اليوم الليزر ممكن يكون مو بس ايجابيات، ممكن يسبب لنا سلبيات، ممكن حروق، ممكن تصبغات، اذا استخدمناه بطريقه خاطئه ممكن ندب، وهواي مشاكل، هواي كلش هواي. طبعا. طيب دكتور، ننتقل لازاله التاتو او الوشم او حتى رسمه الحاجب، دي يستخدموها بازاله التاتو بالليزر، شنو السايد افكت اللي هذا الموضوع؟ دي لاحظ انه اغلب البنات دي يسوون ازاله تاتو دي يسبب لهم حروق. مو هسه انا ذكرتها، انه انت اليوم التاتو هو يعتمد على لون الحبر المستخدم. واحد، اثنين، المده صار لها قد، ثلاثه، هل الحبر نقي او لا. ليش؟ لان اكو ماده اسمها ايرون دايوكسيد، هاي الماده قسم من الناس اللي تشتغل تاتو تخلي ضمن الحبر حتى يزيد المده مالته ويبقى فترات اطول، وخاصه الاحبار القديمه. قديمه. هذه الماده للامانه ما ممكن ازالتها نهائيا، ما ممكن تزال. فانت اليوم لازم انه حسب لون الحبر راح يصير استخدام نوع ليزر معين، درجات وطاقات معينه، بتفاصيل ثانيه كلش هوايه ما نحب ندوق المشاهدين بها. تمام. بس لازم يكون الموضوع تحت اشراف طبيب حتى تكون النتيجه انت بالسيف سايد. بالسيف سايد، نعم. طيب دكتور، هسه احنا تطرقنا، دا احاول طبعا انا استفاد من الدكتور ومشاهدينا ايضا يستفادون ويانا من اكثر المواضيع اللي حالي. تسلم دكتور. طيب دكتور، هسه احنا تطرقنا انه الليزر دخل عندنا كتجميلي وجراحي، عفوا علاجي. نجي ننتقل لمشاكل البشره. مشاكل البشره عندنا الندب واثار الحبوب واثار حب الشباب والتصبغات، كلها هاي نقدر نعالجها بالليزر، بس كيف نقدر نحدد كل مشكله شلون نعالجها؟ مو بالضبط، احنا هو هذا مرتبط بنفس الكلام اللي قلته، انه انت اليوم من تقولين تصبغات معناه اكو فرط بصبغه الميلانين. نعم. معناها يحتاج استخدم انواع ليزر تستهدف هذه الصبغه. طيب. مثلا من اقول ندب، الندب معناها اكو فقدان بانسجه في الجلد، تمام؟ هنا انا احتاج تقشير ترمين. للجلد. أوكي. التقشير هنا معناها لازم اسوي تبخير للانسجه وللجلد. التبخير معناها لازم استهدف مي، ووتر. واكو انواع من الليزر تستهدف المي اللي موجود بالجلد. فهنا راح ممكن اكو اجهزه معينه مثل CO2 ليزر، اير بي ام ياج وغيرها من الاجهزه. نعم. اللي تفيدنا بالندب. مثلا عندك حب الشباب اكو التهابي، مثلا الالتهابي ممكن هنا اكو انواع من الليزر يستفاد موضوع الانفلاماتوري اكشن. نعم. فهي كل مشكله لها اختيار ونوع محدد من الليزر. أكيد. طبعا لتفهميني، بس لازم يكون الاختيار دقيق. اكيد طبعا، وقت برنامجنا ما يسمح لنا، بس انا عندي سؤال اخير لازم اسالك يا دكتور. دلاحظ نقدر نقول انه الاكل يدخل بمجال المشاكل اللي نتعرض لها بالبشره لو لا؟ مثلا السبايسي اكل، البهار، وهاي التفاصيل. شوفوا مبدئيا احنا كعراقيين هي مشكلتنا الاكل كلنا يعني نقطه ضعفنا، بس هي للامانه طبعا الاكل دايت موجود بكل امراض الجسم مو بس الجلديه. نعم. بالنسبه للجلديه اكو امراض لها موانع، يعني نقول له مثلا لا تاكل السبايسي فود، لا تاكل الشغلات الدهونيات، المشروبات الغازيه، هاي الامور. ليش؟ لان اكو كثير من الامراض، حب الشباب، داء الورديه، غيرها تهيج ويا الاكل. فانت نعم. اليوم المفروض الشغلات اللي تهيجها نتجنبها. نعم. فاكيد كل مرض له موانع سواء اكل او غير شيء، هذا الشيء راح يعني يحدد حسب حاله المريض نفسه، بس هي مشكله الاكل مشكله. اي مشكله. وننصح مشاهدينا بشرب المي الهوايه لو لا؟ طبعا احنا هسه خاصه فصل الصيف ضروري شرب المي. أكيد. ترطيب المستمر، استخدام الواقي الشمسي اللي دائما نكرر عليه بصوره صحيحه. نعم. ومنتظمه. وموضوع انه انا ما احبه وما يوالمني ويسوي لمعه، كل واحد له نوع خاص والم بشرته المفروض. نعم. نستخدمه بصوره صحيحه، وكل ساعتين ثلاثه يتجدد، مو زاغل بي. تمام. ويا رب الكل بصحه وعافيه. تسلم دكتور، احنا كل الشاكرين تواجدك ويانا وممنونين منك على المعلومات القيمه اللي انطيتنا اياها. اكيد اكيد. اذا مشاهدينا لهنا اتمنى تكونوا استفادتوا ويانا المعلومات اللي قدمنا اياها دكتور حيدر. انتظرونا اكيد من بعد الفاصل. رجعنا لكم من بعد الفاصل. مثل شفنا فقره ما سمارة عاشق ايدك طبعا. اكيد حكينا اليوم دكتور حيدر، استفادينا من عنده فعلا. تحياتنا له اكيد من كثير من المعلومات، خصوصا انه هو اخصائي جلديه، فاستغليته ابشع استغلال، سالته على كل الاسئله اللي في بالي. ليش؟ انه احنا دائما اكو اخطاء احنا ما نعرفها. صحيح. اغلب البنوتات يلجؤون لها مثلا يسوون اشياء مجرد ان هم
احنا نريد نسوي فيان جلسه، احنا نريد نسوي هيك شي حقن، سمعنا هيك شي ابره نظاره استخدمتها انا استخدمها، فاحنا لازم هاي كل التفاصيل ما نستخدمها من نفسنا اذا ما نروح اخصائي جلدي. صح، مو بس السياسه مره، يعني لازم البنوتات يعرفون اكثر التفاصيل على الاشياء اللي يستخدموها. صحيح. مثلا اني عجبني مثلا دكتور او دكتوره اسوي يمه بوتوكس، كون انا عندي كل المعلومات الكافيه حتى من اروح له اعرف استشتر من اعرف شلون انه هو من يشتغل لي صح، اسئله عن الماده، اسئله شنو المده، حتى اذا مثلا هي تنسى تقدر تكتب بالمذكرات الاشياء اللي تحتاجها حتى ما تبقى تروح. طبعا مثل ما احنا بنروح نستورد مثل المذكرات، حبيت الفكره. مو بس يا سماره، طبعا مو بس البوتوكس بهوايه علاجي، عندنا الليزر اذا تخلص من الشعر، عندنا ليزر الكربوني، إزالة التاتو، مثل ما تعرفون هواي بنات يسوون تاتو بعدين يتندمون، فهو بتفاصيل حلوة. أكيد يا أستبرق، بالأول الأخير نلاحظ إنه الليزر دخل بكثير من مجالات حياتنا، مثل ما ذكرتي إنه هو إزالة التاتو، مثلاً عندنا رسمة الحاجب اللي حالياً نشوف البنات مثلاً الرسمات القديمة يريدون يزيلوها أكيد عن طريق التاتو، وقبل كان يسوي لنا حروق، هسه لأنه بأكثر من جلسة لاحظنا ممكن أصلاً تطور كلش، تطور بحيث يعني قام حتى من اول جلسه جلستين ثلاثه هي تروح الفاتو. اكيد فعلا صحيح، بالاضافه الى انه هو ازاله الشعر اللي هذا حل لنا ازمه كلش كبيره كل البنوتات، وايضا دخل عندنا بالليزر الكربوني اللي هو نضاره البشره يقلل المسام واخر التصبغات، خاصه حب الشباب هم الليزر الكربوني كلش تستفاد من عنده. حلو، يعني اشياء نقدر اذا نقدر نقول انه الليزر حاليا دخل باغلب حياتنا اليوميه. فعلا صحيح. اذا يا استبرق انت اليوم تقريبا غششتينا الفقره. اليوم سويت لكم فقره عن الليزر، خلي انا وياك نروح نشوف فقرتي مال الليزر وراجع لكم. يا مرحبا بجميلات برنامج نفانف، اكيد مثل ما عودناكم كل فقراتنا تكون حلوه ومميزه وتستفادون من عندها. اليوم الضيفه مالتي حتكون خبيره الليزر رولا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حبيبتي. مثل ما تعرفين هاي الفتره اقبال الليزر هوايه صار، والبنوتات قاموا يلتجئون للليزر يعني يفضلونه اكثر من غير خطوات. اريد اعرف البنوته من تجيك تسوي ليزر، شنو الخطوات الاساسيه اللي لازم تشرحي لي اياها حتى تكمل الليزر؟ اول شيء لازم تمتنع عن تشقير الجلد، ما تكون مسويه تقشير كيميائي، لازم نسوي شيفينج للشعر قبل 24 ساعة من الجلسة. تمام، زين كل جلسة وجلسة ايش قد المدة تكون؟ حسب نوع الجهاز، من 21 يوم إلى شهر إلى شهر ونص. مثل ما تعرفين مثلا هسه أنا أريد أسوي ليزر، أجي شنو الخطوات اللي لازم أسويها كتحاليل أو مثلا نمو الشعراية شلون يكون؟ شنو الأشياء اللي لازم تكون؟ أكيد لازم أول شيء يكون فحص على نوع الشعراية. تمام. مثلا اكو شعر الوبري ممنوع نسوي بالليزر لانه الشعر يتحفز، اما بالنسبه للتحاليل فبلما يكون الشعر طالع بالاماكن اللي معتاد عليها بالظهور ما يحتاج الى تحاليل. لما يطلع شعر خشن باماكن غير معتاد عليها هنا راح اكيد راح نشوف طبيب المختص طبيب الجلديه ويسوي، يعني ضروري تلتجي الى طبيب مختص طبيب جلديه وتحاليل. تمام، عاشت ايدي. زين مثل العمر المحدد للليزر عنده سن البلوغ. تمام، زين شنو اللي يفرق بين الشاب والبنيه الليزر؟ اكو فرق لو هو نفس يعني مثلا الضربات او مثلا عدد الاوقات الجلسه بين جلسه؟ ماكو فرق، الفرق الوحيد انه الولد الرجل يكون شعرايته اخشن من شعرايه البنيه، بتعرفين بسبب الهرمونات عندهم هرمون التستوستيرون عالي، فاكيد النمو مالته اسرع وشعرايه اخشن. تمام، زين عندنا مثلا احنا الشعرايه البيضة هي الشيب، بس يقولون انه ما تستجاب بالليزر، شنو السبب ويعني شنو انه صبغت منها؟ الليزر هو طاقه ضوئيه، هذا الضوء يدخل يستهدف صبغه الميلانين، هاي الطاقه الضوئيه تتحول الى حراره، هاي موجوده بس بالشعرايه السوداء، موجوده بالشعرايه البيضاء، فما راح تموت لا شعرايه الشقره كلش ولا الابيض، فقط الشعر الاسود. تمام،
هسه احنا نريد نصيحه للبنوتات المقولات يعني العروسات، كل شيء لازم تبدي بجلسات الليزر حتى يوم عرسها انه هي مكتفيه بالليزر. اول شيء ماكو انه عروسه تجي قبل شهر تسوي ليزر، هاي دائما هنا العروسات يجون قبل العرس بكم يوم تقول لك انا يعني بلش بهذا الشيء. يعني هو اول شيء احنا خلينا نقول هي مو عروسه او مو عروسه، هي لازم تكون مبلشه، يعني اذا تريد قبل 6 شهور قبل سنه. حلو. كل البنات هي الليزر هو وسيله اسرع وامن وانظف من ازاله الشعر بطرق اخرى، فتكون قبل 6 شهور قبل سنه حتى توصل لمرحله الادامه. تمام حلو. زين هسه عندنا مثلا تجيك زبونه، شلون تعرفين انه هي مثلا المنطقه الجلد حساسه او عاديه لو مثلا، او تساليها شنو الخطوات لازم تسووها؟ اكيد تراجع طبيب جلديه مختص، وحيكون مبين اكيد تهيج بالبشره، ظهور يعني اول بدايه لونية. يكون تيست على منطقه حتى تعرفون انه بشرتها تتحسس او ما تتحسس لو شنو يكون. لا هو شيء اكيد راح يصير احمرار بعد الليزر، اكو تعليمات تنطيها بعد الليزر اللي هي عدم التعرض للمي من 4 إلى 6 ساعات، تستخدم المرطب والواقي الشمس للاماكن المتعرضه بها للشمس مثل الوجه والايد. تعرفين احنا هسه دخلنا بفصل الصيف ودرجات الحراره عاليه، نحاول قد ما نقدر نبتعد عن وقت الذروه، ما نتعرض تعرض مباشر لاشعه الشمس، ونلتزم بالواقي الشمسي بصوره صحيحه. تمام زين، يختلف بين جهاز وجهاز، تعرفين هواي اجهزه يعني اجهزه الليزر، يختلف بين جهاز وجهاز، لو كل جهاز الى اخصائيه تبطى اكثر من الثاني او شنو تفاصيله؟ تعرفين الاجهزه بيوم على يوم تتطور، كل الاجهزه خلينا نقول زينه، احنا بالنسبه لنا بعيادتنا موفرين الكاندلا والكلاريتي 2. اثنيناتهم اجهزه زينه امنه تشتغل على كل انواع البشره. حلو. تدرين انواع البشره هي 6 انواع. تمام. احنا بالنسبه بالعراق من الدرجه الثالثه الى الرابعه. اجهزتنا تشتغل على من البيضه الشقره لحد السمره الطخ. تمام. ما نريد نقول سوداء، السمره الطخ. فبيها اكثر من نظام الاجهزه هسه صايره الحديثه على البيضه وعلى السمره وعلى كل انواع البشره. كل انواع البشره. الوان البشره تمام. بما انه حكينا عن الليزر وعن ازاله الشعر، بعد اعرف شنو انواع الليزر الموجوده. مثل ما تعرفين فوائد الليزر كثيره فيما يخص الجلديه والتجميل. أنواع الليزر تستهدف البشرة، الجلد، الشعر والأظافر. بالنسبة للبشرة إزالة التاتو، إزالة التصبغات، الكلف، النمش. إزالة الوشمات، الوشم، النمش، يدخل بعلاج الوحمات الولادية وإعادة نضارة وحيوية الجلد. طبعا. بالإضافة إلى أكو أجهزة إزالة الشعر وأجهزة فطريات الأظافر. ليزر فطريات الأظافر شنو يعني؟ طبعا هي هماجينية، لازم يكون استشارة طبية، طبيب مختص جلدية. حلو. أكو فطريات تطلع بالأظافر، جهاز ليزر خاص بهذا الشيء بدرجات معينة نشتغل عليها جلسة ورا جلسة بالالتزام تختفي مع العلاج الدوائي. عاشت إنك على المعلومات الحلوة. خلو أنا وياكم نروح نشوف أكثر خطوات عن الليزر. حاليا متواجدين بغرفة الليزر ويا رولا، هسه راح نعرف اكثر التفاصيل من عندك والخطوات. بالبداية تخططين؟ اهم نقطة بالليزر هو التخطيط. تمام. شنو الغرض من التخطيط؟ حتى ما نعبر مكان. حلو. يعني حتى تعرفين انه انت ضربتي هاي المنطقة وهاي المنطقة وهاي المنطقة. زي مرات اسمع انه الليزر حار او مرات يسبب حروق، هاي من يعني من شنو النتيجه تكون؟ من خبيره الليزر او الجهاز او البيشنت شلون؟ الحروق له عده اسباب، مثلا يا اما تكون الطاقه غير صحيحه. تمام. او البيشنت متعرضه الى اشعه شمس قويه، ما التزمت بالمرمم، المرطب، الواقي بعد الجلسه، استخدمت سكراب لبشرتها، هذه كلها تسبب حروق. يعني اي شيء كيميائي يسبب حروق البشرة. طبعا. تمام اوكي يلا خلينا نبلش. طبعا هسه راح نبلش بالخطوات الليزر، شويه صوت الجهاز كلش عالي
فخلينا نبلش بالخطوات ويا رولا ضروري هاي نلبسها على طبعاً. اوكي اول شيء نسويه هو نمضي الدرجه الصح حسب نوع الشعره. تمام. نثبت درجاتنا ونبلش نشتغل. ليش بعد الجلسه لازم نرطب البشره. تمام. يعني بس اول ورا الهالويو لازم يومي احنا نرطب البشره. البشره تعرضت لطاقه حراريه. تمام. صار احمرار تتهيج البشره، هذا شيء طبيعي. فاحنا شو نسوي؟ نرطب البشره ما نتعرض تعرض مباشر للشمس. طبعا عاشت ايدك على الجلسه حبيبتي، وطبعا كلش اشكرك على المعلومات اللي اعطيتينا اياها، واكيد اشكر عياده الدكتور حيدر سمير. انتظرون فقرات قادمه. الى اللقاء. اكيد رجعنا لكم من بعد الفاصل وعاشت ايدك يا استاذه. كلش حبيت المعلومات اللي اعطيتينا اياها، واكيد مشاهدينا استمتعوا بها وكلش حبوها انا متاكده، لانه المعلومات كلش حلوه. واكو هوايه اخطاء كنا ما نعرفها، وهوايه استخدامات اللي زرع احنا كنا نجهلها. حتى يعني اوقات الجلسات هاي ضروريه، يعني انت اذا تردين تخلصين الجلسات مالتك وتشوفين النتيجه لازم تلتزمين بالجلسات. نعم. واكو هم خطوات كلش هوايه بيهم باسباب، يعني مثلا عافيه وما يصير من جهاز لجهاز، يعني كل جلسه جهاز ننتقل. صحيح صح، لازم نبقى على شخص واحد هو يسوي لنا الجلسه. طبعا يا استبرق انا من الاشخاص اللي مثلا اسوي جلسه مثلا هاي بنوته، من اروح اريد الا هاي بنوته تشتغل فعلا. خلاص تعودين عليها. اي صحيح اكيد. يا استبرق عاشت ايدك حبيبتي. للاسف وصلنا وياكم لمسك الختام. خلونا نشكر اكيد استبرق ونشكر السنتر التركي، وشكر خاص اكيد لعياده الدكتور حيدر سمير. قدموا لنا هواي من المعلومات الحلوه، وشكر خاص للسنتر التركي قدموا لنا هذا الكم من الجمال حتى نقدم لكم كل هاي المعلومات. انتظرونا بحلقات قادمه. مع السلامه.